السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة معنا وصفة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة لإزالة التجاعيد في يوم واحد. هتستعملي الوصفة دي هي ساعة واحدة ان شاء الله، وبإذن الله هتزيلك التجاعيد. لو حتى سنك فوق سن 50 او 60، لو وظبتي عليها كويس جدا هتجيب نتائج رائعة وممتازة جدا معاكي. بس قبل ما اقول الوصفة بتاعتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. برضو عايزة انبه لحاجة، في يعني هي تقريبا واحدة او اتنين يعني معترض على المفرش اللي انا بسجل عليه ده، وبتقول لي سجادة وحرام عليكي وكده. حرام، دي مش سجادة على فكرة، ده مفرش اهو، مفرش اهوت، وده المكتب اهو. يعني دي مش سجادة يا جماعة، ده مفرش ماشي. ويعني لو في الأغلبية معترضين عليه ماشي، أنا ممكن أغيره، بس أنا يعني حابة اللون ده لسبب، يعني أغلبية الأطباق بتاعتي بتبقى بيضة، فما احطها على مفرش أبيض مش هتبقى باينة، يعني مش هتبقى واضحة ليكم. الأطباق بتاعتي مش ملونة زي ما انتم شايفين، أغلبية الأطباق بتاعتي بيضة كده، فعشان كده حابة ان انا على المفرش ده غامق فيبين الطبق ويبين الطبق فيه ايه. بس يعني ويلا بينا بقى نقول وصفتنا. ومعلش انا قلت بس انبه لحاجة زي ديت، لان هي سألتني كذا مرة تقول لي حرام عليكي وسجادة وكده. ده مفرش والله زي ما انا قلت لكم اهو، ده مفرش. ويلا بينا نقول وصفتنا. وصفة سهلة وجميلة ان شاء الله نعملها مع بعض دلوقتي. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هنستخدم فيها معلقة من البن او القهوة، زي ما احنا شايفين دي معلقة من البن او القهوة، وهنستخدم معلقة من زيت اليقطين او قرع العسل. هناخد معلقة بالشكل ده، وهنقلبهم كويس جدا. معلقة من القهوة ومعلقة من قرع زيت قرع العسل بالشكل ده، وهنحط عليهم معلقة واحدة من ماء الورد. الوصفة ديت يا بنات جميلة جدا للتجاعيد، وخصوصا بعد سن 40 او 50 او حتى 60. يعني حاولي تستخدميها باستمرار، هتخلي دايما بشرتك شباب وجميلة جدا، وهتزيل اي تجاعيد موجودة في البشرة. زي ما احنا شايفين برضو ضفنا معلقة واحدة اهو من ماء الورد، وهنمزج الخليط جيد جيدا كده اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان زيت قرع العسل ده جميل جدا، وبيعالج التجاعيد، وبيدي البشره نضاره، وبيجدد خلايا البشره. احنا دلوقتي قلبناه كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ هتغسلي بشرتك كويس جدا طبعا بالميه الدافيه، وهتوزعي الماسك ده على بشرتك، وهتسيبيه ساعة على البشرة. بعد الساعة ان شاء الله هتقومي تغسلي بشرتك كويس جدا بالمية الباردة، يعني ممكن تبقى دافية شوية برضو، عشان هنمرر على بشرتك، هتعملي مكعبات من التلج وهتمرريها على بشرتك عشان نسد المسام اللي احنا فتحناها. الوصفة دي جميلة جدا، المواصفات الجميلة اللي بتخلصك من التجاعيد اللي بتبقى موجودة في البشرة. وطبعا جميلة جدا جدا، ناس كتير استعملتها، ووصفة جميلة جدا ومجربة. اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. طبعا اذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الشير، وما تنسوش تكتبوا اقتراحاتكم وارائكم والوصفات اللي انتوا عايزينها في الكومنتات، ان شاء الله اعملها لكم باذن الله. معلش انا عارفة ان انتوا عارفين زحمة يعني رمضان، الوقت بيبقى ضيق، وبيبقى صعب ان انا ادخل ارد على التعليقات كلها غصب عني. ده غير ان انا كنت والله والله تعبانة جدا جدا الفترة اللي فاتت دي،
الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله باذن الله ارد عليكم واعمل لكم كل وصفات اللي انتم بتحتاجوها، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وصفه جديده مع جيجي كل حياتي.